عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم قناة عائشة البلجيكي. اليوم بغيت نشارك معكم واحد الوصفة، قلت علاش لا نشاركها معكم. وصفة خفيفة سريعة بالنسبة إلى بنادم بغى يخرج، سهلة. إنسان لا صبح ناعس ودغيا دغيا كتوجد، دغيا بالنسبة للغدا دغيا كتوجد. عندي 4 بطاطات، كاينة بصلة، كاين خيز زويا، قزبر ومعدنوس، 2 ريوس ديال التومة، مطيشة. وبالنسبة للتوابل كاينة الملحة، كاين البزار، سكينجبير، فلفلة حمراء، شوية الخرقوم، شوية الكمون. وبالنسبة للقياس فاش كنعبر كناخد بهاد المعلقة، هادي بها كنعبر. هانتوما تبعوا معايا. بسم الله. هانتوما هنا نقيت بطاطا، نقيت خيزو، مطيشة انا حكيتها، ثوما انا غادي نحكها، غادي نلوح مطيشة، نقطع فوق منها البصلة، سنان صغار. بسم الله. بالنسبة لهاد الأكلة هانتوما غادي تجربوها وردو عليا في لي كومونتيغ، ديرو لي جيم، بارطاجيو، تكيو على الجرس، ونتمناها تعجبكم. بالنسبة ساهلة خفيفة خفيفة دغيا كتوجد. خيزو هانتوما كتشوفو كنقطع دواور، هادي بالنسبة للأكلة ساهلة. بالنسبة حتى الناس اللي كيكونوا خدامين وتيجيو كيبقاو يقولوا شنو خصنا نطيبو، نشريو شي ساندويتش، بالنسبة هادي ساهلة كنصحكم بها. انا كلشي كنديرو هكا في الطاوله، حنا توابل ولا كلشي، كلشي الزيت كلشي كنديرو، وبالتالي كنخلط. هانتوما غتشوفو هانتوما الربيع او مقصبر مع الناس. هانتوما باش كنعبر الزيت، الزيت البلدية والرومية مخلطة بجوج، هانتوما واحد ها جوج. بالنسبة للتوابل قلتلكم كنعبر بهادي، هانتوما ها الكمون، الفلفلة الحمراء، سكينجبير، الخرقوم. انا كندير فيها جميع التوابل كلها كنديرها، البزار، الملح. هانتوما الملح كندير 2 معالق من هادي،
يعني كتعرفوا بطاطا كتشرب الملح. وعندي كاس ديال الماء هاو، ثمن جوج كيسان ديال العنبه، قياس جوج كيسان ديال العنبه. انا درت كلشي، دابا غادي نخلط نجمع الكل. انا غادي نشد عليها دابا وغنشعل عليها العافيه مده 10 دقائق وغادي نولي نحل عليها وحنا غنرجعوا تشوفوا. ها نتوما دابا انا شديت عليها في كوكوط، ها نتوما بغيت غير باش نوريكم العافيه. ها نتوما ها العافيه اللي شعل عليها. ها نتوما دابا انا طفيت عليها، غادي نشوفوها. نتوما تبعوا معايا المراحل كلها، حتى انا مشيت معكم المرحله الاولى لهذه النهايه. هانتو ريحتها كتشهي، انا غادي نقدها، انا غنحطها. هانتوما غادي تشوفوا، هانتوما ها النتيجه النهائيه. بغيتو تزيدوا فلفله زيدوها اللي بغيتو ديروه معاها. المهم بالنسبه هذه اكله 10 دقائق كتكون واجده بالنسبه للناس اللي خدامين ولا كاينه شي خرجه اي حاجه، راه كتجي لذيذه. نتمنىكم ديروا لي جيم، تبارطاجيو، كتبوا لي تعاليق، تكيو على الجرس.